انتهاكات الاحتلال في حق الفلسطينيين مستمرة، ففي مخيم الأمعري قرب رام الله تجلت تلك الانتهاكات في إعادة تفجير منزل أسرة أبو حميد بعد محاولة أولى فجرا. فرق هندسية من جيش الاحتلال زرعت متفجرات في منزل أبو حميد وأطلقت قنابل الغاز وقنابل صوتية على المواطنين لتفريقهم، وذلك قبل تفجير المنزل. هذه اللجنة ستعتمد على أبناء شعبنا الخيرين وعلى المؤسسات وعلى الشركات، وستقوم هذه جميعها بتوفير الاحتياجات اللازمة لإعادة بناء المنزل إن شاء الله. لن نسمح بسياسة العقاب الجماعي لأسر الشهداء وأسر الأسرى. وقبل انسحاب قوات الاحتلال اعتدى جنودها على بعض أفراد العائلة أثناء إخلاء المنزل، كما اشتبكت مع المواطنين واعتدت على عدد من الصحفيين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 فلسطيني فضلا عن اعتقال عدد من الشبان. من جانبها أدانت الحكومة الفلسطينية والقوى الوطنية جرائم الاحتلال بصورة عامة والانتهاكات في حق أسرة أبو حميد على وجه الخصوص. ما يقوم به نتنياهو لن يزيد المقاومة إلا عنفوانا، ومثلما فشل في غزة وفشل في الشمال على حدود لبنان سيفشل في الضفة الغربية أيضا. الذي قاموا به هنا في مخيم الأمعري هذه الليلة ليس سوى عمل فاشي وعمل نازي لا يقدم عليه إلا الفاشيون والنازيون. وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد رفضت في 2 ديسمبر الجاري التماسا تقدمت به العائلة ضد قرار الهدم، وسبق لقوات الاحتلال أن هدمت منزل عائلة أبو حميد مرتين في عام 1994 وعام 2003 كإجراء انتقامي من العائلة التي تواصل قوات الاحتلال ملاحقة أفرادها منذ سنوات.